هسه التيار لما زعلان اليوم ويا الاطار واداره الدوله، مو غير ترجعه هذا الزعلان عليك انت لو تخليه زعلان عليك. هو انتم التميتوا ورحتوا له مثلا بعد هاي الفتره كلها وراح يستقبل؟ ما يستقبل عمي، ما يستقبل السيد الله يحفظه، ما يستقبل. شات تضربون بالتخت رمور السيد؟ راح اقول لك قضيه، راح اقول لك قضيه. قبل سنه وسنتين السيد المالكي صرح قال انا ما ادري ايدي، وهو ابن الشهيد الصدر يا معودين، مو بعيد عن الخط الرجل، لكن هو ما لحد الان ما اليوم اكو رؤيه واضحه برجوع التيار الصدري للعمل السياسي.